الموضوع اللي عامل اكبر جدل اليومين دول، حفله ترافيس سكوت اتلغت ولا ما اتلغتش واتحطينا قدام امر الواقع. اتعمدت اعمل الفيديو ده دلوقتي عشان ندي اجابه نهائيه للموضوع. في بدايه الشرح احنا سمعنا الاهرامات اتقفلت اسبوعين، وبعدها قالوا ان هم هيعملوا حفله ترافيس سكوت هناك عند اهرامات الجيزه، وبعد اول ربع ساعه بس التذاكر بتاعت الحفله كلها تباع بالكامل. انا هنا مش بكلمك في حفله عباسه حموده ب 320 جنيه، انت بتتكلم هنا ان سعر التذاكر من 5000 لحد 25000 جنيه، وكلها تتباع في اول ربع ساعه. بس هي ايه فعلا المشكله مع الراجل دوت؟ يعني هو جزمنا مثلا؟ خليني احكي لك على الحفله بتاعته اللي حصلت في 2021 باختصار شديد. الموضوع بدا وقتها بالبوسترات بتاعه الحفله اللي كانت مرعبه. كان الديزاين اللي معمول هو عباره عن وش الفنان مطلع لهب وبيدخل جواه الاطفال كانه بياكلهم. حقيقي كان مشهد مرعب. ولما سالت الشركه المنظمه هو انتوا فعلا هتنفذوا الكلام ده على ارض الواقع؟ قال لهم لا يا جماعه استحاله، دي مجرد بوسترات احنا عاملينها كنوع من الدعايه بروباجندا لحد كده الموضوع يمشي. اصبر بس انا جاي لك في الكلام هيحلو دلوقتي. يوم الحفله يفاجئ الناس بان ده فعلا هو التصميم اللي اتنفذ على ارض الواقع، وانه ما كانش مجرد دعايه ولا حاجه. المشهد بتاع البوابات كان مرعب. وبعدين تبتدي الكارثه. التدافع اللي حصل على البوابات كان بشع. الناس اللي كانوا هناك حرفيا اتداس على وشهم. تدافع الاف الناس من البوابات عشان يدخلوا. الاغرب بقى ان المنظمين بتوع الحفله ورجاله الامن الموجودين ما كانوش بيحاولوا انهم يعملوا اي حاجه، كانوا سايبين الدنيا سداح مداح. وتاني دول اجانب، موضوع ان زمام الامور تفلت من ايديهم او ان يبقى التنظيم مش قد كده ما بتحصلش كتير ديت. بعد الصراع الكبير دوت الناس تدخل الحفله وتبدا بقى المجزره. انت بتتكلم ان الحفله ديت خلفت وراها 11 قتيل ومئات المصابين. الموضوع بدا بالموسيقى اللي هم كانوا مشغلينها، اللي في ناس قالت ان هي كانت مأثره على تفكيرهم. وبعدها تحصل اول حاجه غريبه، شاب من الشباب الموجودين في الحفله يحصل له تشنجات في جسمه، بعدين يقع في الارض ويموت، بعدين في ناس تانيه تتصاب بنفس الحاله وبرده يقع اموات، لحد ما بقى في حوالي 6 جثث مرميين في الارض، الناس عماله بتنده، الجمهور عمال بيستغيث، بس ولا حد سائل فيهم، رجاله الامن ما حاولوش ان هم يعملوا اي حاجه، حتى الاسعاف اللي هم جابوها لما حاولت انها تدخل الناس طلعت فوقيها وفضلوا يتنططوا بهستيريا لحد ما دشملوا العربيه. الناس بدات انها تزعق لترافيس عشان يوقف الحفله، ولكنه عمل نفسه مش سامعهم، لدرجه ان في واحده طلعت له فوق الستيج وطلبت منه ان هو يوقف الحفله. كل اللي عمله ان هو بس وقف الحفله لدقايق، خلاهم يشيلوا الجثه وكمل الحفله بعدها عادي. انت متخيل ان انت واقف في حفله في جثه مرميه جنبك والدنيا شغاله عادي مفيش حد بيسال؟ الاغرب بقى هو تصرفات الناس اللي هي كانت تصرفات عدائيه. بقول لك كسروا الاسعاف بدون سبب، واللي موجودين قالوا ان الموضوع ده بدا يحصل لهم من وقت ما هم شغلوا الموسيقى، واللي اتقال بعدها ان هي حاجه بتسمى بالمخدرات الموسيقيه. انت ممكن تقول اللفظ جديد عليك، ولكن دي حاجه حقيقيه وموجوده وبتتباع في الديب ويب. ولو انت ممكن ما تكونش مستوعب فكره حاجه زي المخدرات الموسيقيه ديت، خليني اقول لك ان انت بس عشان تنزل الجيم وتحاول تحمس نفسك بتسمع شويه اغاني من اللي هي الصاخبه، فبتلاقي نفسك سخنت كده. ولو انت عايز تنام بتسمع اغاني هاديه او موسيقى هاديه. فاه الموسيقى فعلا قادره انها تغير مزاجك، قادره انها تاثر على انفعالاتك. حاجه زي كده ممكن تكون موجوده عادي. فبعد كل اللي بحكيه لك دوت، ترافيس كان رده الوحيد ان هو ما يقدرش يوقف الحفله، لانه لو وقفها حياته هتقف. فكر انت بقى مع نفسك في الكلام، وتبقى حصيله الحفله اللي سميت بحفله الموت 11 قتيل سنهم بيتراوح من 28 ل 9 سنين، يعني كان في ما بينهم اطفال. وترافيس بعدها القضايا تطرده، حوالي 280 قضيه تم توجيهها ليه، واللي ما زال حتى يومنا هذا في قضايا منهم لسه شغاله. حفلات ترافيس اتمنعت في دول كتير منهم حتى دول اوروبيه اللي هم بيقبلوا باي حاجه، لان حفلاته اصلا كان معروف عنها انها حفلات سيئه السمعه. انا مش بتكلم بس على الحفله ديت. يعني ايه سيئه السمعه عشان اوضح لك؟ يعني نتكلم في ان الحفله بتلاقي فيها مخدرات، كل انواع المخدرات موجوده، كوكايين هيروين لورين، ده غير كلامه واغانيه اللي هو اصلا بيروج لعباده الشيطان، وحاجات ثانيه زي الجنس ولا مؤاخذه، واظن انتوا فاهمين انا اقصد ايه. وبيكون متواجد وسط الجمهور قصر، يعني بيبقى في عيال صغيره دون السن موجودين هناك عادي وسط كل الاجواء اللي انا بحكي لك عليها. وارجع بقى للنقطه بتاعتنا، احنا نفاجئ في اول الشهر بعد ما قفلوا الهرم لمده اسبوعين ان في حفله هتتعمل له هنا عندنا عند اهرامات الجيزه. خد بالك ان الشعار بتاع الجماعه ميم هو شعار الهرم، التغريده اللي كان منزلها على تويتر كان فيها علامه العين. والاهم من كده ان ترافيس سكوت اصلا من اكبر الداعمين لحركه اسمها الافرو سنتريك، واظن كلنا سمعنا على الحوار بتاع فيلم كليوباترا. فكره ان هو يختار اهرامات الجيزه بالذات ايه، ما شككتكش في حاجه مثلا؟ فبعد ما اعلنوا عن ميعاد الحفله تلاقي الناس انقسموا ثلاث انواع. النوع الاولاني هو النوع اللي عارف كل اللي انا حكيته دوت ومدرك الكارثه اللي جايه لنا، ودول انا شايف ان هم كان لهم دور بطوله في القصه وهقول لك ليه بعدين. والنوع الثاني هو الناس اللي كانت بتحط كومنتات من نوعيه على فكره انتوا شرف ليكم ترافيس سكوت هيجي مصر، الراجل ده وجوده هينعش السياحه. لا بس معترفين بحاجه، مصر عندها تلتين اثار العالم، عندها الاهرامات، ما اظنش يعني ان مجيته هي اللي هتفرق قوي. وهتلاقي الناس دول اغلبهم الناس بتوع ايجيبت اللي هم معاهم 25000 جنيه يدفعوهم في حفله لترافيس سكوت. بقول لك يا راجل التذاكر كلها اتباعت في ربع ساعه. والنوع الثالث بقى هو النوع اللي كان عمال بيتفرج بحرص، اللي هو واحد مش فاهم اللي بيحصل، هو بس عمال بيراقب. طبعا الناس اللي انا ذكرتهم لك في الاول اللي هم كانوا ضد الموضوع، لما بداوا ان هم يشيروا ويعملوا كومنتات ويعترضوا صوتهم وصل للمسؤولين، وربنا يجعلهم سبب في اللي هيحصل بعد كده. تطلع نقابه الموسيقيين ببيان ان هم هيلغوا اي ترخيص للحفله، فبالتالي ترافيس ما يقدرش يعمل حفله على ارض مصر. وتبتدي بقى الحرب الاعلاميه، لان في ناس دخلت سالت مدير اعمال ترافيس على تويتر والرد بتاعه كان غريب، قال لهم لا مفيش حاجه من الكلام دوت، الحفله هتتعمل في ميعادها، الحاضر يبلغ الغايب، فرحه اخونا ترافيس سكوت يوم الجمعه 28 يوليو. فكده انت مش عارف مين الصح، هتتلغى مش هتتلغى. خصوصا كمان ان البيان بتاع النقابه كان فيه في اخره سطر كده، هو ده اللي كان عليه الاعتراض، ان هم كانوا كاتبين ان القرار النهائي في ايد الجهات
الجهات الأمنية اللي هي بتكون أصلا مختصة بإقامة الحفلات لغير المصريين، لأن معلش يعني ترافيس هو مطرب أجنبي، هو مش زي حمو بيكا، مش محتاج يكون معاه كارنيه قوابة عشان يجي يغني، هو بس محتاج تصريح عشان إقامة الحفل. وتلاقي بعدها ترافيس سكوت طلعك ببيان بيستعطف فيه قلوب الناس بقى، وبيقول لك إن هو أغانيه وحفلاته ما فيهاش أي حاجة ضد العادات والتقاليد بتاعتنا، وإن هو كمان من عيلة مسيحية متدينة، الله يقوي إيمانك، وإن هو مستاء جدا. يا راجل ده كان قرب يصعب علينا ذات نفسه، حاجة تقطع القلب. ولكن نهاية الحوار إن الحفلة اتلغت، والمفترض الشركة المنظمة في بداية أغسطس هتبتدي إنها ترجع فلوس الناس على حسب اللي هم نزلوه. ودينا هو بصور الفيديو دوت ليلة الخميس، وبكرة المفترض إن صابح علينا ميعاد الحفلة أو الميعاد اللي كان المفترض تتعامل فيه الحفلة. فزميلي العزيز وزميلتي العزيزة، أنا حابب أوجه لك شكر لو أنت كنت من ضمن الناس اللي وقفت ضد الهبل ده. أوعى تفكر إن الكلمة اللي أنت بتقولها على النت، الشير، اللايك، الكلام ده كله بحساب، صوتي مع صوتك مع صوت ده مع صوت ده بنقدر إن إحنا نعمل في الآخر تأثير وبس كده. كان معاك محمود زايد، سلام.